السلام عليكم. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده. فهاد مريم اشتعلتنا مجهده، غندير لكم واحد الدويره في واحد البلاصه غتعجبكم كاملين ان شاء الله. يلا خليكم معايا نوري لكم الجو كي داير. الدنيا راه البرد ولا عندنا صافي، ولا صافي دخل الخريف، ماشي الخريف، الشتا كاع. هانتوما شوف غير ما تلجاكم الناتيمه باش تشوفوا الشتا. الدنيا مجهده، المهم خليكم معنا غنوري لكم الطريق. هنا دابا حنا كاينين في فيا موروني. فيا موروني ها هو نوري لكم حتى البلاصه الترينينو. نوصلوا لعند داك الباساج ديال الترين. حنا غاديين دابا من بيرغامو، باش غاديين بحال غاديين لدالميني. غادي غنوري لكم دابا. حنا دابا غاديين ها انتم باساجو لي بالو هنايا، ديك السكه ديال التران اللي كيحبس الطريق هنايا ديال فيا موروني، غتشوفوها هنايا. هاهي باساجو لي بالو كوا ها هو، شفتو ما مسدوداش الطريق، ها هو شفتو هذا الستريشه اللي مخطط بالخطط الاحمر والبيض. صافي نتوما كتمشيو نيشان دابا، غنبقاو غاديين حتى نوصلوا لواحد القنطره. نيشان هنايا تتبان لكم القنطره، انا غادي نوريها لكم. نضربوها واحد شويه ماشي بزاف. هنا كاينه هاد البنزينه هي هنايا، البومبا ديال ليسانس ها هي اللي هي. ها كاينه الرايانير طياره شتوها. المهم راه ما غاديش تلفوا، الطريقه ساهله وزوينه غادي نيشان. بالنسبه للاخوات اللي غاديين من بيرغامو اللي جايين من دالميني و لاليو داك الشيء، غيديروا العكس، غيبداو جايين ولكن ما يوصلوش هما لهنايا قبل ما يوصلوا لهنايا. غنوصلوا دابا السكه ديال سميت القنطره وغادي نوري لكم. ها انتم راه القنطره راه هي فين كتبان، شفتوها ها هي. انا غنوصلوا حتى لحداها، ها هي مكتوبه فيها تيامو صاري، ياك تيامو موساري، تيامو صاري راه هي تيامو صاري شتو هاي. حنا غندوزو دابا من تحتها هنايا، حنا غاديين كاين هاد البنزينه هي والاخر هاد غازا اوتو ايسو ها هي شتوها هنايا. غنفوتوها ها شويه على اليسار ماشي على اليمين، على اليسار. صافي كتفوتوها وكتدورو هنا على اليسار فين مكتوبه سلطان، راه هي شتوها الفوق مكتوبه سلطانو، سلطان تركي، واحد سميتو ديال داكشي ديال الحلال، كل اي حاجه بغيتوها حلال كاينه عندهم هنايا. اللي بغى يعيدو واللي بغى يشري والجزارين كيجيو يديو الجمله اللحم كلشي عندهم هنايا. ها كاين تراري ديك فوا ديلا ديلا ها نتوما تجيو الباركين هو هذا. ها نتوما كاين هنا برا، كاين الداخل، كاين فين ما بغيتو تجيو تاع لهنايا هكا فين كاينو هاد الكونتينر الزرقين، كاين الباب هنايا. اوكي هانتوما مع الباب تدخلوا هنايا تتلقاو البزار، ها هو البزار ديال المجزرة الإسلامية، هو هذا مكتوب بالتركية مجزرة الإخوان التواركة، مجزرة الإخوان ماشي تواركة، أنا اللي زدت لكم تواركة، يعني مجزرة الإخوان هاي شفتوها. ها هو الباب ديالها تما، غادي ندخلو دابا وغادي نوري لكم كلشي. يلاه خليكم معنا فرجتكم ممتعه. جيت لواحد المحل غيعجبكم كاملين ان شاء الله يا ربي. فهاد النهار واحد النزاره زوينه اثمنه ما نعاودش لكم، وكلشي فيها نقي وجديد، وعندها باركيج بالنسبه للناس اللي بعاد ولا شي حاجه وبغي يجيو هنا يتغداو. كاين البلاصه عندهم واحد الاسباس كبير بزاف كاع باش تحطوا الطوموبيل، تجيبوا الوليدات وتشوفوا على خاطركم وتختاروا اللي بغيتوا. ما نطولش عليكم، غندير معكم دوره في المحل باش غتشوفوا كلشي بالاثمنه، يعني داكشي غتشوفوه بالادله، الاثمنه محطوطه ويعني الكواليتي ديال اللحم ديال الدجاج الكفته عندهم كلشي طري. ها انتم ما نطولش عليكم وخليكم مع كلشي. ها انتم غنوري لكم عن قرب كلشي. ها انتم شفتوا البولو انتيرو الدجاج كامل 3.70 الكيلو، الفخيضات ديال الدجاج 2.70 الكيلو. ها انتم شفتوا اللي بغات غير الفخيضات 2.70 الكيلو. ها انتم البيتو داك الصدر ديال الدجاج ها هو، غديروا قطبان ولا شي حاجه شفتوا شحال 8 اورو الكيلو. ها هو عاوتاني ديال طاكينو. المهم ها انتم كل حاجه الكوستاتي
دوك الكوتليت شتو حتى هو راه الثمن ديالو. ها انتم القطبان الكارني دي مانزو ديال الغنمي، ها انتم دي مانزو، مانزو هو العجل. وهنا كاين عاوتاني ديال البقري، كاين الرجله، ها انتم ديال الغنمي حتى هو اللي بغى رجله ولا شي حاجه، كاين سوسيس. وهنا كاين الفروماج، الاجبان، كاين الزيتون، كاين بزاف ديال داكشي ديال التواركه ديال بلاتهم. وغنوري لكم حتى داكشي ديالنا ديال المغرب، داكشي ديال العطريه وكاع داكشي. والفريغويات راه هما الكبار دايرين فيهم تما مع مضبضبين شويه. وغندوزو دابا لهادشي ديالهم هما، داكشي ديال التواركه. الزيتون راه زوين، راه خديت منه انا داك الكحل، زوين عندهم، عندهم دوك المخللات كاع داكشي اللي تيخلوه في القرعي، صلصه ديال الطماطم، داك ورق عنب، داك اتاي الاحمر ديالهم، داك الشاي الاحمر. هانتوما كيف ما تشوفوا معايا هنايا كلشي، هانتوما شفتوا كلشي كاين. ديك سميتو هادي ديك ديال التورتيس، ديك التاكوس ديال ديك الورقه ديال سميتو ديال التاكوس، زوينه راه فيها الباكيه الكبيره بزاف، فيها تتكون عامره فيها بزاف. وكاينين دوك الصغارين وكاينين الكبارين، وكاينين هاد الحلوات هادو، هاد الحلوه ديالهم دوك ديال التواركه كتكون معسله. وهنا كاين البرغور، البرغور البرغول، ها هو كاين السيكان الكبار، كاينين الصغار، كاين الروز، كاينين القطنيات، هادشي كاع ديال بلادهم. دابا غنوصلوا لديالنا، وهاد المخللات ها هما اللي كيكونوا في القراعي هنايا. وداكشي عاوتاني المجمد، كلشي كاين في الفريغو، داكشي المجمد دائما ديالهم. وغندوزو دابا للجهه ديال العرب ديالنا ديال المغرب، انا غنوري لكم حتى هي شنو فيها. كلشي داكشي ديال المغرب، الكسكسو ها نتوما اختلاف الانواع والاشكال، فيها الحكاك ديال المطيشه، ديال ورق عنب، الخل، الصلصه ديال الطماطم، فيها اي حاجه بغيتوها، فيها العسل، فيها الحنه، فيها السميده، فيها الفلون، فيها الجنجلان، كاع داكشي. بالنسبه للمالي المغرب حنا راه عندنا القزار، فيها اتاي على اختلاف الانواع. القزار عندنا حنا فيه مول التقضيه وفيه اللحم، فيه كلشي، هذا هو القزار ديال المغرب اللي ما كتعرفوش ديال ايطاليا. المهم حنا كنسميوه قزار هذا. الكاشير، المونادات على اختلاف الاشكال والانواع، المونادات ديال المغرب حتى هي، ها هاواي، ها بومس، ها كوكاكولا، الزيتون حتى هو ديال المغرب، والحامض مصير. وهنايا العطريه، عطريه، ها البزار، ها الخرقوم، ها سكينجبير، الزعتر، السودانيه، يعني كلشي العطريه ديال المغرب اللي كتعرفوا. بالنسبه للعنوان ديالهم غنخلي لكم العنوان، اللي ما عرفاتش هكا هادشي اللي شرحت لكم ولا هكا، لان يلا حل جديد، غنخلي لكم الادريس على العنوان مكتوبه هنا الفوق وفي اول تعليق. واللي بغات تمشي عندهم تمشي، راه دايرين في هاد الشهر هادي دايرين البرومو، ها نتوما تجي شوفوا الفخيضات بشحال دايرينهم، غير بجوج اورو 70.